وين ممكن يوصل القوة الجوية بحساباتكم بالبطولة العربية، عطفا على أنه القوة الجوية لديه بالمشاركات الخارجية فقط هذه البطولة، يعني آسيوية ماكو؟ طبعا احنا هيئنا أمور كثيرة بالمستقبل القريب خلال الدوري 16 سوف تكون إضافتين للقوة الجوية إن شاء الله. المحترفين اثنين هو اللاعب مهاجم أبو بكر والمدافع ريتشارد، صفقتين إن شاء الله. اليوم استقبلت المهاجم وصل إلى بغداد. وين كان يلعب؟ أنا شفت الصور بالمطار. يلعب المريخ، لاعب جيد جدا. شايفينه يعني؟ قصدي مدرب يعني. بالتأكيد احنا اختياراتنا خيار القادة التدريبي، يعني كادر التدريبي يختار لاعب احنا يا مركز يلعب مهاجم. مهاجم هو هداف ومدافع. يعني المدافع من يا دولة؟ غاني. غاني افريقي، لاعب جيد. بكره يوصل صباحا ان شاء الله، اكون عندكم استقباله. يعني راح نطعم الفريق او نضيف اضافتين للفريق، مهاجم ومدافع، يعطون قوه للفريق. شايفيهم يعني باختيارات الجهاز اختيار الفني؟ اختيار الكادر التدريبي يعني. بس اكيد التهم شفتهم اكيد صح؟ لاعبين جيدين. جيدين؟ جيدين يعني سيكونون اضافه للقوه الجويه؟ بالتاكيد اضافه قويه. قويه؟ اي نعم. حلو. عطفا على هذا الحديث، محترفينا بالدوري بشكل عام ما أضافوا إلا ما ندر بعض الأسماء، وكأنما هو فقط جيب محترف وخليه بالفريق. شنو رأيك وتقييمك للمحترفين؟ يعني هسه بس النجاح يمكن قسم من اللاعبين السوريين هم بالدوري، والسنة الماضية نجح محترف الشرطة معروف. معروف كان من المحترفين الممتازين، وله تأثير كبير في على أداء نادي الشرطة وحتى على النتائج. أي بس نتحدث عن 20 نادي. 20 نادي. أنا أقول لك ليش كابتن علي، لأن أول شيء يكون الاختيار غير دقيق، لأن أنت من شاهد على الفيديو عكس ما أنت شاهده بداخل الملعب، وربما الفيديو قديم. وثاني شيء وهذا الأهم، هذا الأهم هو عامل التعاقد مالته المبلغ. يعني أنت ما تريد تجيب لك محترف يسوي لك فد نقلة نوعية وفد قفزة، لازم تجيبه محترف على مستوى عالي. يعني أنت ما تجيبه محترف مثلا اكو انديه اذا بنفس السعر مال المحلي فما سوينا شيء. طبعا يجي اكو انديه يجيبوه ب $500، يعني هذا شلون راح يقدم لك ب $500؟ فهذا انت هنا. والاهم من هذا يعني انت المحترف يراد لفتره طويله حتى يتاقلم مع اسلوب ولعب الفرق العراقيه. يعني المحترف الحقيقي حسب ما نشوفه بالدوريات الاسيويه والعربيه بصراحة اللي ينفق عليه يعادل ميزانية القوة الجوية، صح؟ يعني اليوم بالدوري السعودي بالدوري القطري اللي يطول المحترف يعادل ميزانيتكم 3 مليار و 4 مليار ينطون لي. المهاجم السالمية الكويتي عقده جيد، هذا مليون. فابيون مليون. مليون اي فاحنا ما عندنا هاي الامكانية. يعني هسه انتم على مستوى القوة الجوية ايش قد تريدون تطون للمحترف؟ نعطيه يعني $200,000. اها يعني $200 مو 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 محترف سوبر. ما يجيك محترف سوبر بهذا المبلغ. قصدي احنا ليش نجي نطالب الانديه ونحملها مسؤوليه؟ يعني انت حسب امكانيتك تلاعب المحترف، انت اذا وقعته مضيت وياه عقد مطالب انت اي شيء خلاف يسدد له العقد كامل، صح؟ اذا كان زين اذا كان مو زين. فدائما احنا نكون متخوفين بتوقيع العقد مع المحترف. يعني ما ممكن نتوقع لك لاعب $800,000 $700,000 وانت امكانيتك او ميزانيتك ما تسد هذه الحاجه. اي شكوى عليك انت يعني رخصه الاسيويه تنسحب من يمك، صح؟ هاي امور الحسابات يعني بالامور الماليه. دائما نجيب احنا محترفين على مستوى متوسط، ما نقول على مستوى عالي، متوسط. انت بس بس البطولات مثل البطوله العربيه وكاس اتحاد اسيا تستفاد ماديا من البطولات، تنافس على البطولات اذا وصلت طبعا اذا الدوري العراقي تجي انت تصرف يعني 6 مليار، صح؟ سنويا احنا ناخذ دوري دينار واحد ما يدخل لنا من اتحاد مثلا العراق كرة القدم او اللجنة الأولمبية او وزارة الشباب. ابد ما كنا يعني سنويا نصرف 6 مليارات، اخذنا دوري كل شيء ما حصلنا. يعني لحد الان الدوري اللي اخذته كل شيء ما استلم كل شيء. وحتى اذا استلمت ايش يقدرون يطون؟ 100 مليون يعني المفروض اكو تعويض يعني لما نصرفه احنا خلال الموسم نقدر نعوض به، نقدر نبني بنى تحتيه، نقدر نجهز فريق للبطوله الاسيويه والبطوله العربيه. هذا الشيء ما يعني حتى تحدثت مع استاذ علي جبار في المؤتمر الصحفي، لانه مفروض انه تخصص جائزه قيمه للفرق الاول ثاني ثالث للدوري العراقي. يعني يظهر لي صح. شو وقت قلت له هذا الكلام بالمؤتمر وشنو كان جواب؟ جوابه قال انا احنا بالنسبه ان هذا مو من يمنا، احنا عندنا ميزانيه محدوده
5 مليارات خاصه بالاتحاد العراقي، واحنا ما عندنا سلطه على الدوله، وقدمنا راس الوزراء رفضت هذا الشيء. قلت له احنا بالنسبه نقدر احنا نعلق مشاركتنا الفرق الاربعه او الخمس فرق في الدوري الا تخلون جائزة، تحددون جائزه قيمه لل، قال انا معاكم. قلت له احنا نطلع وياكم حتى مظاهرات نعلق نشاطنا، لازم اكو حلول لوزاره الشباب والرجال الاولمبيه والاتحاد العراقي لهذا الشيء. احنا من يعني اكو صرف بس بالمقابل ماكو ماكو عندنا اي شيء، ما نقدر يعني كل شيء نسوي يعني بس نصرف نصرف، ماكو مردود للنادي ابد. وهذا الحديث على كل الانديه طبعا، كل الانديه والعامل العام حتى الوارد الوارد الجمهور مداخل وبطائق التذاكر لوزاره الشباب. وزاره الشباب والسنه شلون صار الاتفاق؟ السنه لا 10% للوزاره هو امور صيانه و 90% للنادي. حلو يعني افضل زين الامور اي يعني هالسنه افضل افضل من العام كوزاره يعني.